أما هلا مشاهدينا فصباح الورد، وتحت عنوان الوردة الشامية تراث ثقافة وصحة، أقامت جامعة البعث بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات عن استخدام الوردة الشامية والدراسات الطبية وخطة صونها كعلامة مميزة عن سوريا. أكيد مشاهدينا الحديث بشكل موسع عن الموضوع، بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الدكتور إبراهيم تركماني مدير مكتب التقنية بجامعة البعث. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح أهلا وسهلا بحضرتك. أنت من أهل الورد الشامي وصباح سوريا. والياسمين الشامي. والياسمين الشامي. هلا دكتور، اليوم عم نحكي عن ورشة جدا كانت مهمة، وكانت من أسبوع بلشتوا فيها وخلصت بنهار واحد مثل ما خبرتني حضرتك. اليوم في فكرة مهمة اليوم من هي الورشة، اليوم خلينا نحكي عنها أكثر، يعني من وين اجت هي الفكرة؟ بداية يعني الوردة الشامية هي لها حضورة الكبير تراثيا، خلينا نقول وتاريخيا، أكيد بالعمق السوري الأصيل، وهذا التراث الهام إلى سوريا. الأمانة السورية للتنمية سجلت الوردة الشامية بالتراث المادي باليونسكو، من هون صار في باسم سوريا الوردة الشامية، ومن هون اجت فكرة إلنا إنه نحن نفكر كيف نستفيد من الوردة الشامية في طب الأسنان. وكانت في إلنا مبادرة مع زملائنا من أساتذة الجامعات، أنا كنت من طب الأسنان، كان في معي مجموعة من زملائي من كلية الصيدلي، الدكتور شادي خطيب، الدكتورة علا مصطفى، الدكتور محمد نبيل قصير، وكان معنا من كلية الزراعة الدكتور محمد كردوش والمهندس عمر جباي. شكلنا فريق بحثي كان برئاستي وأنجزنا العمل لنوصل لنتيجة إنه نعمل منتج من الوردة الشامية ومن قشور فستق الحلبي. وهدول المنتجين هن منتجين اقتصاديين لسوريا حقيقة، والقشور فستق الحلبي هي قشور غير معدة للاستخدام للهدر، وبالتالي صار في عامل اقتصادي الاستفادة منها والعامل الاقتصادي الاستفادة من الوردة الشامية. شكل لدينا مستحضرين نتيجة البحث المخبري والسريري، مستحضرين هن الأول معجون أسنان والتالي هو سائل مضامد. ومن هون كانت موضوع التعاون مع الأمانة السورية لبعد نيل براءة الاختراع بأنه نعمل ورشة عمل بجامعة البعث لتكون هي الأولى على مستوى ورشات العمل أو المؤتمرات اللي ينحكى فيها بالجامعات عن الوردة الشامية وعن براءة الاختراع يلي هي الأساس بورشة العمل. طبعا كل الباحثين اللي كانوا موجودين هن من فريق العمل البحثي، وبالتالي كان كل واحد مننا ضمن اختصاصه قدر يحكي بموضوع شو المحاور يلي بالمؤتمر أو الندوة. أكيد يعني دكتور مشكورة جهودك وجهود كل الأطباء يلي ذكرتهم حضرتك اليوم اللي مشاركين ضمن هي الورشة. خلينا نعطي هيك نحكي أكثر أجواء عن هي الورشة، عن الحضور، كيف كان تفاعل الحضور معكم؟ بداية أنا بتقدم بالشكر الجزيل حقيقة للأمانة السورية للتنمية يلي كان إلى الداعم الكبير بموضوع أنه نحن تناولنا الوردة الشامية، وهن وقفوا لجانبنا بشكل كتير كبير وتبنوا فكرة أنه ورشة العمل يكونوا فيها داعمين وأساسيين. عفواً وأشكر رئاسة جامعة البعث يلي كانت داعمة لموضوع ورشة العمل وتبني الفكرة والتعاون معنا من خلال مكتب نقل التقني. وهذا الشيء حقيقة يعني وقت كانت الورشة كان في إلى حضور مميز من طلاب الجامعة، من طلاب
الماجستير والدكتوراه اللي بجامعة البعث، بالإضافة إلى الفعاليات الثانية بالمحافظة كانوا موجودين متفاعلين، وبالتالي كان حضور جيد وموجود حقيقة بموضوع ورشة العمل، وكان في له تغطية إعلامية جيدة. ونعتبر أنه الموضوع يعني أخذ بشكل جيد البعد بإلقاء المحاضرات وبالنقاش من الحضور، يلي توضحت فكرة الوردة الشامية بالنسبة إلهم، وكيف نحن ممكن يكون في عنا أفكار جديدة يكون حاثين الطلاب الماجستير والدكتوراه والأساتذة أنه يكون عندهم أفكار باختصاصات متنوعة كيف يستفيدوا من الوردة الشامية. خلينا نستفيد أكثر دكتور من معلوماتك بفوائد الوردة الشامية. وشفنا اليوم كل حدا زار معرض الزهور بدمشق كان في جناح كامل اللي خلينا نقول منتجات من الوردة الشامية. يعني اليوم شو أكثر شيء ممكن يعني ينصنع منه؟ شو أهم فوائده؟ هلأ الوردة الشامية حقيقة إلى فوائد كبيرة، وفي إلى تاريخ بمعرفة من الناحية الطبية. يعني نحن كمجتمع سوري ستات البيوت كلياتهم يستخدموا الوردة الشامية، وبتعرفوا حضراتكم كشراب بالضيافة اللي نحن نستخدمه بالحلويات بالطعام، وبالتالي هذا الموضوع كتير في إله تجميليا حتى الفوائد للطعام. هلأ النقطة الثانية في عنا الفوائد الطبية اللي راحت باتجاهه أنه يستخدم بعدة مجالات، منها مثل ما تفضلت حضرتك بشأن البشرة، وبالتالي صار في استخدامات عديدة سواء على ناحية صوابين أو معاجين أو كريمات لموضوع تحسين البشرة وإعطاء الناحية الجمالية. هلأ الفكرة الثانية اللي هي المهمة بالنسبة لنا أنه هي فكرة قدرنا نستخدمها كمعجون أسنان ومضامد. وبدي أقول ليش نحن الفكرة المهمة، لأنه هي الفكرة الجديدة اللي ما أنا موجودة سابقا، واثنين اللي هي بتخدم كل قطاعات الناس كل المجتمع يلي بأعمار متنوعة وبحالات متنوعة. الأعمار المتنوعة من الطفولة للكبار، وبنفس الوقت بحالات متنوعة الناس الأصحاء والناس اللي عندهم حتى مشاكل إعاقة ممكن يستخدموا، لسبب أنه نحن ما بنخاف لا بالأطفال ولا بالمعاقين، لأنه هي مواد طبيعية إذا بلع الطفل أو الإنسان اللي عنده خصوصية بحالته الصحية، فبالتالي بكون آمن على صحته ما عندنا أي مشكلة، عكس المعاجين أو المضامد الثانية. وهي يعني الصحة الفموية حالة كتير نحن نثني عليها ومهمة جدا. هاي نقطة كتير هامة. فإذا الوردة الشامية وقت اللي بنحكي عنها عم نحكي على يعني استخدامات عديدة جدا ومنافسة. يعني نحن في كتير من الدول عم تحاول تنافسنا، بس نحن كان لنا السبق إنه نثبت الوردة الشامية سورية عالميا، ونثبت تاريخيا بالتراث اللامادي طريقة تقطير المادة الشامية وإعداد ماء الورد منها. وأنا بدي أضيف أنه نحن أخذنا من الورد الشامية هو الماء الورد يلي استخدمناه في صناعة السائل والمعجون. أكثر مادة محببة للنساء هي دكتور ماء الورد. بالضبط، هي مادة بقوله أنه تعطي الراحة النفسية بالقواعد الطبية، تعطي الراحة النفسية وتؤخر الشيخوخة. فإذا الموضوع الوردي الشامي هي وردي كتير والعطورات أحياناً كمان طبيعي. هلأ بالعطورات هي مهمة جداً، بيستخدم زيت الوردي الشامي بموضوع العطورة، يعتبر من أغلى الأنواع، يعني بقولوا يضاهي الذهب أو يفوق الذهب بالسعر. فالموضوع اقتصادياً كتير مهم بالنسبة لنا، وانتشاره بسوريا انتشار مهم الوردة الشامية بأماكن متنوعة. بيبقى في مناطق كتير مهمة مثل مثلا منطقة المراح اللي بصير فيها دائما بشكل سنوي المهرجان الوردة الشامية، باعتبار انه هي بتاخذ عناصر عالية المستوى من الزيوت، وبالتالي
تختلف من منطقة لمنطقة بتركيب الوردي. تمام، وهون بدنا نسألك دكتور المكونات. أكيد، يعني ذكرت حضرتك إنه عم تستخدموا الوردة الشامية بطب الأسنان، ذكرت معجون الأسنان والغسول الفم، خلينا نحكي إذا فينا نوضح عن التركيبة المستخدمة نتبعها. هلا الموضوع غني، الوردة الشامية بعناصر مهمة جدا كثيرة، يلي هي بتعطينا هالعناصر هاي، خلينا نقول شو الفوائد منها، مرققة للجروح بشكل سريع، مطهر للفم، وبنفس الوقت مضاد لالتهابات الفم، وبنفس الوقت هي بالنسج يلي متهيجه بتعالجها ومسكنه لموضوع الالم. وما بس هيك، يعني بالاسنان هي مضاده للتسوس وداعمه للنسج. فاذا الموضوع بالنسبه لنا فوائد الوردي الشاميه، فوائد بالفم واسعه جدا. طبعا يلي عم نحكي، نحن عم نحكي على براجع عالمية مهمة درست الوردة الشامية، سواء كانت عربية أو سورية أو أجنبية، وكلياتهم يعني دفعوا خلاصة، كانت خلاصة الدراسة بالضبط. فهي ومتتابعة هاي الدراسات، نعم. ما وقفت يعني بموضوع الوردة الشامية لأهميتها، وحقيقة حاولوا كتير أنه يوطنوا الوردة الشامية بأكثر من بلد، وعم يسعوا ببلدان تانية انه يحققوا نتاج زراعي مهم لهم، لكن ما بيكون بالجودة اللي موجودة بدمشق. الأصل عنا دكتور. بالضبط. دكتور لناحيتين، التربة والمناخ. طيب كرمال هيك نستفيد أكثر من الوقت اليوم، في خطط مستقبلية بما يخص الوردي الشامي، شو عم تحضروا اليوم؟ كيف عم تفكروا بالخطة التسويقية للمنتج اليوم؟ أي حد عم يسمعنا يقول لك إنه معقولة أنا اليوم أحصل على نتائج جيدة بتبييض الأسنان من هذا المنتج، يعني اليوم ما في تجربة قبل، فاليوم كثير مهم اليوم يكون في ثقة بالمنتج. نحكي ولو سريعا عن الخطط القادمة. نحن أخذنا براءة اختراع، عملنا ورشة عمل بجامعة البعث من خلال مكتب نقل التقاني. حقيقة هذا ما نكافي، يعني وقت بحكي أنا عم بحكي على أي براءة اختراع ممكن تروح، أي بحث علمي ممكن يروح بالأدراج وينسوا الناس وينسى الباحث. لكن نحن الميزة اللي صارت أنه في دعم كتير كبير من باحث كان معنا، هو الدكتور نبيل صير اللي هو مدير مختبرات ميديكو بحمص، تبنى فكرة الإنتاج ووضع خط إنتاج مهم بالمعمل لإنتاج معجون الأسنان والمضامد الفموية. نحن هيك بقول أنا إنه مكتب نقل التقاني قدر يعني يسلط الضوء على براءة اختراع ومنتج وطني، وتحول لمنتج حقيقي يدعم الاقتصاد الوطني، لأنه هذا المنتج عالمياً ما هو موجود أول مرة، وبالتالي يمكن تصديره لدول عربية وأجنبية، وهي خطة إن شاء الله بتكون موجودة. فهيك بنكون نحن يعني حققنا حقيقة معايير بمنتجنا عالمية، وبنقدر يكون ان شاء الله يعني منتج منافس بالاسواق العالميه. وهذا الشيء اللي احنا عم نحضر له وعم نشتغل له يعني باشكال متنوعه وبظروف متنوعه، من حيث يعني الامبلاج ومن حيث التحضير الشكلي لحتى يكون مقبول على المستوى العالمي. اكيد، يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور ابراهيم تركماني مدير مكتب التقاني بجامعه البعث، يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا لكم. شكرا دكتور لحضورك لليوم، واكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق، يعطيكم الف عافيه، وتحيه من خلالك لجميع الاطباء اللي كانوا مشاركين بهذا المشروع الجميل. بنتمنى هيك اليوم يكون كأي خطوة إيجابية على المستوى الاقتصادي السوري. شكرا حكيم، ويسعد صباحك. شكرا لكم. أهلا وسهلا.